الله ومن أعد مع وصف معتبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يمنع الصرف اجتماع الوصفية والعدل في لفظ مثنى، مثنى معدولة عن قولك جاء القوم اثنين اثنين فعدلت عنها فقلت جاء القوم مثنى، ومثلها جاء القوم موحد، وكذلك أحاد، وكذلك ثناء، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع. هذا ما قوله ومن عد مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر. أخر قالوا معدولة عن آخر، لأنها بمعنى أكثر تأخرا. أفعل التفضيل، أفعل التفضيل إذا لم يكن معرفا بأل حقه أن يكون بلفظ المفرد المذكر. تقول جاءت هند ونساء أسرعوا، له أنه مفرد ومذكر، كان الحق أن يقال جاءت هند، مررت بهند ونساء أخريات أو آخر. إذا أبقيته على أفعال التفضيل عليك أن تجعله مفردا ومذكرا. عدلوا عما كان يستحقه فقالوا أخر، فاجتمعت العلتان، هو وصف بطبيعة الحال. نعرف أن الكلمة وصف إذا صلحت للخبر والنعت والحال، واضحة؟ هذه وظائف الوصف، فاجتمعت العلتان فهو من الصرف. أنا أقوله ومن وعد مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر. قالوا العدل خروج الكلمة، إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب ولا تخفيف ولا إلحاق ولا معنى زائد، وهو تحقيقي إن دل عليه غير المنع من الصرف، وتقديري إن لم يدل عليه إلا المنع من الصرف. وفائدته التخفيف اللفظي وتمحض العالمية من أول أمر، وباعتبار محله يكون إما بنقص كأمس معدول على الأمس، وإما بتغيير شكل كأخر عندما قال كجمع، عندما قال إنها معدولة عن جمع، جاءت النساء جمعة، قالوا كان يقول جمع لأن فعلت جمع على فعل، تغير الشكل فقط، أو تغيير في الشكل ونقص كعمر عندما قال إنه معدول عن عامر، نقصت الحروف وتغير الشكل، أو بالزيادة ونقص وتغيير في الشكل كمثلث عندما عدلها مقال إنها معدولة عن ثلاثة، زاد حرف ونقص حرف وتغير الشكل أربعة. هذا ملخص العدل. أنا أقول ومن وعد مع وصف معتبر في لفظ مثلا وثلاثة أخرى. لماذا يقولون بالعدل؟ عدلت عن صيغة إلى صيغة أخرى. لماذا يقولون عدل عن عدل؟ هذا تقديري، لأنهم وجدوه ممنوع من الصرف وليست فيه إلا علة واحدة وهي العالمية ولا تمنع وحدها. قدروا أن المانع الثانية هو العدل، وسبب ذلك أن الأعلام كثيرا ما تكون منقولة عن الصفات، فليكن عمر منقولا عن عامر. ولذلك فائدة ثانية التخفيف اللفظي وتمحض العالمية من أول الأمر. إذا قلت عامر قد يظن أنه مكان عامر، فإذا قلت عمر تمحضت العالمية من أول الأمر. وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد إلى أربعة، تستخدم هذه مثنى وثلاثة من واحد إلى أربعة. وقال بعضهم أبو حيان نقل عن العرب أنه وجد إلى أن قالوا معشر وعشارة، وعشارة متسعة وتسعة ومربعة ورباع وخمخص إلى آخره. قال من واحد إلى أربع فليعلم. قال وكل جمع مشبه مفاعل، وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل. كذلك ما منع الصرف ورود الاسم على وزن مفاعل صيغة منتهى الجمع. قال بعضهم هي علة تمنع الصرف وحدها، حدها ما كان مردوعا بحرفين مفتوحين وثالثه ألف وبعد ألف حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مثال ذلك مساجد ومصابيح، فإن كان بعد ألف ثلاثة أحرف وسطها متحرك انصرف كجحاجحة وملائكة. قال بعضهم فيه علتان وليست واحدة، وهي الجمع وتكرار الجمع. تقول عرب ثم تقول أعرب ثم تقول أعارب. قالوا
بعض الاسماء لم يتكرر جمعها كاصبع واصابع وجوهر وقال يحمل على الثاني فهم. وقالوا واغلبهم يقول هي عله تقوم مقام علتين، صيغه منتهى الجموع اي ان العرب اذا وصلت اليها لا تجاوزها، يقولون كلب ثم يقولون اكلب ثم يقولون اكالب، فاذا وصلوا الى هذه الصيغه لا يجاوزونها الى غيرها، ولذلك سميت صيغه منتهى الجموع. وقال بعضهم هو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد العربية، كل جمع تكسير له نظير في الآحاد العربية، فتقول في رجال بوزن كساء، وفي حمر بوزن قفل، أما هذا فلا نظير في الآحاد العربية أخرى. قال أو المفاعيل بمنع كثير والاعتلال منه كالجواري، إذا كان معتل الآخر يجعله كساري في تنوينه، في تنوينه وسقوط يائه رفعا وجرا، فتقول مررت بجوار وهذه جوار ورأيت جوارية، إلا أن تنوين سار ستنوين سار صرف، وهذا عوض عن حرف المحذوف. ويأتي لا منه كالجوار رفعا وجرا أجده كسار إقرأ. قال ولسراويل بهذا سراويل اسم عجمي، لكن صيغته وهيئته جاءت على هذا الجمع فمنعه من الصرف، وإلا فهو مفرد، سراويل مفرد، ويجمع على سراويلات وليس اسما عربيا، وليس سراويل بهذا الجمع شبه في الهيئة، اقتضى أن تمنعه من الصرف، تقول هذه سراويل، هذه اشتريت سراويل سراويل عريضة، هو مفرد بالمناسبة. وإن به سمي أو بما لحق، قال بعضهم سمي به أي مفاعل، سمي به أو بما لحق به، فالجمع فالانصراف منه يحق، إذا سميت بصيغة منتهى الجمع كهوازن وسميت شخصا مساجد او اصابع ما اتى من الصرف. وان به سمي او ما لحق به، به سمي او ما لحق به، ما لحق به كسراويل، به اي بجمع صيغه منتهى الجمع. قال المكودي رحمه الله لا داعي لهذا، فلنقل كل ما كل ما مضى ان سميت به، سميت به ما اتى من الصرف. عندك عندك سكران، ان سميت سكران ذهبت الوصفية خلفت العالمية. أحمر إن سميت به ذهبت الوصفية خلفت العالمية. قال إذن يكون الجميع كل ما مضى إذا سميت ببيضاء جعلتها اسما ذهبت العالمية الوصفية خلفت العالمية. قال إن به سمي أي بالخمسة الأنواع الباقية كلها إذا سميت بها بها سميت بها صارت علاما فمنعها من الصرف فالانصراف منها حق قرأ. وإن به سمي أو بما لحق والعلم يمنع صرفه مركبا مما يمنع الصرف اجتماع العالمية والتركيب المزي، تركيب المزي. قال رحمه الله ومنع الصرف مركبا تركيب مزي، عندما قال تركيب مزي استبعد التركيب الإسنادية والإضافية بكل مزي، ثم بقي نوعان من التركيب المزي وهم المختوم بويه وسبيله البناء ليس معنا، استبعده بالمثال قال نحو معدي كريبة رائع واضح؟ واضح. تقول هذه مع هذه هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومرت معدي كرب، وتقول مرت على بكة وبحضر موتى والعالم من صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كرب كذا تحاوي زائدي فعلانا كراط. كذلك يمنع العالم من الصرف اذا جمع العالمية زيادة الف والنون كعثمان وعمران، ونبه بتشكيل مثال الى ان حركة الفاء غير معتبرة بعكسه في فعلان بوصف، فقال وزائدا فعلان خرجت فعلان وفعلان غير موجود اصلا في العربيه. قال والعلم وكذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكاصبهان، شكل الامثله حتى يدل على ان الشكل غير معتبر. عثمان مضموم الفاء، عمران مكسور الفاء، غطفان مفتوح الفاء، واضح؟ كيف نعرف زياده الف النون؟ تعاد الكلمة إلى الفعل الماضي، مثال ذلك نسيان وكفران، فإن كانت فإن كان قبل الألف حرفان أحدهما مضعف لك أن تقول إنه منع من الصرف، إذا كانت الألف والنون زائدة كحسان إن اعتبرت حسان من الحس منعته من الصرف لأن الألف والنون زائدتان، وإن جعلته من الحسن فالنون أصل تقول حسان، واضح؟ هذا هو ما قوله.
وحسان جاء في الشعر كثير ما من الصرف، قال: ألا من مبلغون حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاوي. منع من الصرف، يعني الحس. قال بعضهم لبعض، سأل بعضهم: أتصرف عفان؟ قال: إن عبته صرفته، وإن مدحته منعته. إن عبته فهو من العفن، أنه نؤصل صرفه، وإن مدحته فهو من العفة، فالألف والنون زائدتان، فمنعه من الصرف. أظهر؟ من قوله: والعالم كذاك حاوي زائد يفعلانا كغطفانا وكأصبيانك في كذا.